بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أيضا الآن أستفيد منك في تجربتك في الدراسة. وصلت من حوف في اليمن، كيف كان استقبال الناس أول شيء لكم هناك؟ طبعا بالنسبة للاستقبال كان استقبال جيد، والمدرسة تستقبل كل الطلاب اللي جايين عن طريق الجبهة. جميل. إلى هذا الموقع، ونحن جينا بطريقة رسمية يعني. نعم. احنا كنا في 5 أشخاص تقريبا. نعم. أعمارنا تتراوح بين 11 12 سنة وثمان سنوات وهكذا. هل هناك مستويات يعني للطالب؟ نعم، كنا وجدنا هناك إلى مستوى ثالث ابتدائي. أوه ما شاء الله. إلى فقط أول ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي. يعني أنا قصدي كونك أنت الآن تقيد القراءة، يعني متميز بشيء. نعم. هل هذا ساعدك أنك تترفع مستوى معين؟ طبعا أنا يعني هذا المستوى أعطوني مستوى يعني مستوى الثالث بالنسبة للصف الأول. ما شاء الله. يعني أنا ما بدأت من الألف والباء. نعم. وحتى بدأت أخط يعني بعض الرسائل. جميل. وعلى فكرة يعني لما يراعي يعني هذا الشكل، يعني أنا قبل ما أذهب كنت متعلم حتى القراءة والكتابة. نعم. وكنت أكتب بعض الرسائل وأفك، يعني لما أحد يجي رسائل من الخليج يجيبوا لي الرسائل وأنا أقرأ لهم. إيه في الريف. ما شاء الله. يعني فأعطوني صف متقدم في الصف الأول. صف الأول متقدم. نعم. هناك في الصف الأول درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة. نعم. فأنا أعطوني الدرجة الثالثة الأقوى يعني. إيه جميل. وثم انتقلت إلى الصف الثاني والثالث. مجموعة كان في الصف يعني؟ مجموعة تقريبا في حدود 20 طالب. وفترة الدراسة متى؟ فترة الدراسة كانت فترة صباحية. صباحية. نعم، فترة الصباحية، وكانت لا يعني ما كانت في عطل. أها. والمناهج كانت تعمل واحدة بحرانية. أها. الله يرحمها توفت. اسمها. نعم. هدى. نعم. هي اللي تعمل المناهج. جميل. إيش أكثر المواد اللي كان يدرسها الطالب؟ اللغة العربية والرياضيات. اللغة العربية والرياضيات والعلوم. العلوم. نعم. يعني 3 مواد فقط؟ 3 مواد أساسية. وتعليم القرآن وهذه الأشياء ما كان أيضاً. جميل. فترة الصباح فقط تتعلمه؟ نعم فترة الصباح. هل كانت كتب ورقية أيضاً بدأت تتوفر؟ فترة الصباح وفي بعض الصفوف فترة المساء. لكن هل بدأت الأوراق يعني في ذاك الوقت كتب ورقية الآن؟ معنا كتب. كان عبارة عن ملخصات أو أوراق يعني. أوراق. ملخصات. جميل. الكتب كانت مع المعلمين، أما نحن كانت معنا دفاتر وأقلام. وبادي التباشير وكذا اللي يكتب على السبورة. نعم. يتوفر عندنا الطباشير وعندنا أقلام رصاص. جميل. والجميل في الأمر يعني أذكر حاجة، لو غلطت بكلمة تكتبها 200 مرة. وما شاء الله. حتى لا تنساها. نعم. وحتى لا تغلط في الإملاء، وكانت يومياً مادة الإملاء موجودة. أه. والإنشاء موجودة. نعم. لذلك نحن تعودنا يعني واحد اللي استفاد من بداية دراسته إنه كيف تكتب. نعم. وكيف يعني تسلسل أفكار، لأن الإنشاء كان موجود. نعم. تكتب عن أي موضوع. النقطة الثانية كيف إنه ما يكون عندك أخطاء إملائية، وكيف يكون خطك متحسن. فهذه يعني اللبنة الأساسية اللي تعلمناها. جميل. ثم انتقلنا بعد 3 ابتدائي إلى 3 إعدادي. نعم. هل المدرسة لها اسم معين كانت ولا بس مدرسة؟ يعني مثل الآن المدارس الحديثة. نعم. تلقى كل مدرسة لها اسم. نعم كانت بداية الأمر كانت اسمها مدرسة لينين. لينين. لينين هذا. أي جميل. حاكم روسيا. ده. حاكم روسيا. جميل. نعم. ثم تحولت إلى مدرسة الشعب. الشعب. حلو. جميل. نعم. لما انتقلنا إلى الغيضة. من حوف إلى الغيضة في 73. نعم. تحول اسم المدرسة إلى مدرسة الشعب. جميل. أيضا الأساتذة من تتذكر من الأساتذة؟ والله ترى الأساتذة أنا معلمين أو معلمات. الله يرحمه اسمه واحد محسن الشنفري. من هنا من صلالة أيضا. من صلالة محسن الشنفري. جميل. محمد عمر. سالم رجب. إيه من عمان يعني فيه. من ظفار. من هنا من ظفار ما شاء الله. وعندنا معلمين من البحرين. من البحرين. كانوا جميل. من البحرين. وعندنا معلمين من فلسطين. كيف أمور السكن والتغذية وكذا؟ هل توفرت لكم ولا تشتغلوا؟ نعم عشان درسوا. نعم. لما إحنا كنا أول شيء كنا في خيام. جميل. في حوف. نعم. وانتقلنا إلى خيام في الغيضة، ثم تحولت هذه الخيام إلى بريكسات. نعم. من المواد الاسمنتية والهذا مع شينكو من فوق. وتحسنت مواقع السكن. كم جلستوا لمدة دراسة؟
والله مدرسة سلمة سنة 71 في سنة 78 وما شاء الله دخلت أول يعني أول ثانوي ثالث أعدادي ثالث ثانوي في المكلة. ما شاء الله انتقلتوا يعني عدت منطقة أخرى. أنا وستة أشخاص كنا يعني في قسم العلمي فما كان في قسم علمي في الغيضة. نعم سبحان الله. حولنا إلى القسم العلمي في 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 المكلة. ما شاء الله. ودرسنا سنة كاملة سنة دراسية 78 79 في المكلة وكملنا الثانوية العام القسم العلمي في المكلة. ما شاء الله جميل. نعم. وبعد سنة بعد سنة 79 خلصت الثانوية رجعوني تعليم إجباري يكون معلم إجباري في المدرسة اللي طلعت مدرسة الشام في الغيضة. نعم. فدرست سنة الرياضيات. وجميل. كنت مدرس للرياضيات لثالث اعدادي وحتى ثالث ثانوي. نعم ادرس الرياضيات. جميل. في المدرسه. جزاك الله خير بارك الله فيك.